اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة منتفخة او وردة 3D. طريقتها سهلة وبسيطة. كل اللي هنعمله بنعمل عقدة البداية، بعد كده بنشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بنروح عند أول سلسلة وبنشتغل فيها غرزة منزلقة، كون معايا حلقة. هنرتفع السلسلة وهنشتغل جوه الدايرة اللي أنا عملتها دي 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. واروح عند اول غرزة حشو عملتها واشتغل فيها غرزة منزلقة، هنتقل للراوند اللي بعد كده وهشتغل 2 سلسلة، وهدخل اشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلاسل، هدخل في نفس المكان وهشتغل غرزة عمود بلفة كده. دي اول واحدة مش هطلع من ولا حلقة، هلف الخيط على الابرة تاني وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة عمود بلفة كمان، ومش هطلع برضو من ولا حلقة، وهلف الخيط على الابرة وهدخل في نفس المكان وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة، ومش هطلع برضو من ولا حلقة، وفي نفس المكان هدخل برضو وهشتغل غرزة عمود بلفة ومش بطلع من ولا حلقة. كده 4، هعمل كمان عمودين. كده 5، كده 6، يبقى انا اشتغلت اعمدة بلفة وما طلعتش من الحلقات خالص. هلف الخيط دلوقتي واطلع من الحلقات كلها زي ما بشتغل غرزة البف بالظبط. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة منزلقة، كده اتكونت معايا اول واحدة للوردة. دلوقتي هشتغل 2 سلسلة وهشتغل برضو اللي انا عملته، هعمل 6 اعمدة بلفة ومش بطلع من الحلقات، بلف الخيط على الابرة وبدخل في نفس المكان اللي عملت منه المنزلقة وبعمل غرزة عمود بلفة ومش بطلع من الحلقات. كده اول 1، كده 2، كده 3، كده 4، كده 5، كده 6، وده اخر واحد معايا. وبعد كده بلف الخيط على الابرة وبطلع من الحلقات كلها مع بعض، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح في الغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة منزلقة، كده اتكونت معايا تاني واحدة للوردة. بعد كده بشتغل برضو 2 سلسلة وبدخل في نفس المكان وبشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة وما بطلعش من حلقات زي غرزة البف بالظبط. كده اول 1، كده 2، كده 3، كده 4، كده 5، كده 6. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات مع كلها مع بعض، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة
وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة منزلقة. وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبدخل في نفس المكان اللي عملت منه المنزلقة وبسحب الخيط، بشتغل 6 عمود بلفة وما بطلعش من الحلقات. كده 2، كده 3، كده 4، كده 5، كده 6. بعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، بروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة منزلقة. كده اتكونت معايا رابع ورقة، هرتفع 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة ومبطلعش من الحلقات. كده 2، كده 3، كده 4، كده 5، كده 6. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، بروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة منزلقة. كده معايا 5 ورقة للوردة، هشتغل 2 سلسلة ودي هتكون آخر ورقة معايا، لأن البتلة بستة، لأن اشتغلت 6 حشو، فهيكون معايا 6 ورقات. وهشتغل برضو 6 غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة، 1 2 3 4، 5 6، وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، هنا بروح عند أول غرزة اشتغلتها اللي أنا اشتغلت فيها الورقة دي، وبدخل فيها من تحت في الغرزة نفسها وبشتغل فيها غرزة منزلقة. كده اتكونت معايا الوردة، بعد كده ممكن لو انا حابة ألزق خرزة في النص بلزقها بالشمع بأي شكل انا عاوزاه. يكون معايا ورقة ده بالشكل ده. كده لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.